مساء الخير، مساء الخير مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا بيكم في فقرة جديدة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا كلنا بنعاني منه، أو هو النسيان وقلة التركيز، ودوت نتيجة ضغوط كتيرة احنا بنمر بيها ونتيجة التكنولوجيا الحديثة اللي احنا برضو بنستخدمها. وعايزة أقول إن احنا هنعمل فقرة جديدة، الفقرة دي هتبقى اسمها صحة ومزاج، هتبقى كل 15 يوم إن شاء الله. هنتعامل فيها مع دكتورة أستاذة رحاب محمد، أخصائي التغذية ومدرب صحي. ازيك يا رحاب؟ ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ عاملة ايه؟ الحمد لله. قولي لي ايه رأيك بقى في موضوع التكنولوجيا موضوع والحاجات، النسيان والتركيز؟ النسيان موضوع كبير، يعني كبير، بيعاني منه الكبار والصغار والستات وحتى الناس المشغوله قوي والناس اللي مش مشغوله. نتيجه زي ما انتي قلتي التكنولوجيا الكتير اللي بنستخدمها، الحياه بقت صعبه، عندنا ستريس كتير وضغوطات نفسيه كتير قوي. ده جزء. الجزء الثاني انه ممكن يكون عندنا فعلا نقص فيتامينات ومعادن جسمنا محتاجها، فلو احنا حسنا شويه الاكل او خدنا الحاجات اللي هي بتحسن البرين فانكشن او وظائف المخ تخلينا تساعدنا ان احنا نفتكر احسن، ده بلس عادات وحاجات كتير ممكن نعملها. هنتكلم النهارده عن العادات، بس هنخليها في الاخر عشان نتوغل فيها شويه. طيب ايه علاقه التغذيه بالذاكره؟ عايزين نعرف ايه هي الحاجات اللي احنا ممكن ناكلها ممكن تنشط من الذاكره. اولا للذاكره في شويه عناصر مهمه لازم تكون موجوده في اكلنا، ولو ما كانتش موجوده او عندنا فيها نقص نقدر ناخدها كمكملات غذائيه. من اهمها الزنك، الفيتامين بي 6 وبي 12، الفوليك اسيد، الفيتامين اي، المغنيسيوم، وحاجات كتير، بس دول اهم، واوميجا 3 طبعا، دول اهم الحاجات، العناصر اللي لازم اضمن ان هم موجودين في نظامي اليومي او في باخدهم على يعني مدار اليوم في انواع كتير من الاكل او الفاكهه او الخضار اللي باخدها. اوكي، يعني بشكل ابسط ناكل ايه؟ يعني لو مش هناخدهم كتابلتس او سبلمنتس ناكل ايه علشان يبقى فيه كل المكملات دي؟ هو الاحسن طبعا ان احنا ناخد اكل مش ان احنا ناخد سبلمنتس، لو الاكل بيكفي خلاص طبعا الاكل بيكون احسن كتير من ان انا ناخد مكمل غذائي. دول بقى يترجموا في شكل ايه؟ ان انا اكل مثلا اسماك كتير، السمك اللي هو فيه دهون بسيطه زي مثلا التونه، السلمون، الماكريل، الاسماك عموما، المكسرات زي عين الجمل والسوداني، واغلب المكسرات عشان فيها فيتامين اي. اخد الحاجات اللي فيها فيتامينات بي، العدس واللحوم والبروتين والبيض، البيض مهم قوي برضو كمان عشان فيه فيتامين دي ومهم لتنشيط حاجات كتير قوي هنتكلم عنها دلوقتي. أوكي. ايه تاني؟ والمغنيسيوم اللي موجود في الشوكولاته. اوكي. انهي شوكولاته بقى؟ الوايت ولا العاديه ولا الدارك ولا لا الدارك شوكليت اللي هي الشوكولاته اللي فيها حوالي 70% منها كاكاو. اوكي. لانه بقيه الحاجات بتكون زبده وبتكون سكر، فهي حاجات مش مفيده. لكن ما يعني بتبقاش مؤثره برضو الشوكولاته العاديه؟ لا بتبقى كويسه بس بتبقى نسبه الكاكاو قليله، فانا كل ما اعلى بنسبه الكاكاو يعني دارك مثلا فوق 70% كده هاخد فايده المغنيزيوم كتير، لانه المغنيزيوم مهم جدا، وشوكولاته من الحاجات اللي بتعلي المزاج اصلا، غير كده بتخلينا نركز كويس، بتفرز حاجه اسمها اندورفنز يعني تخلي لو عندنا احساس بالالم تخليه اقل شويه، فالشوكولاته مهمه جدا في ال. ناكل قد ايه بقى مثلا منها؟ ناخد قد مثلا ربع بار يعني او ثلاث مكعبات مثلا كل صغيرين يوم. كل يوم ده مفيد يوم. جدا، او اخدها في شكل كاكاو لو انا بشرب كاكاو، او لو عامله حاجه عامله كيكه مثلا في البيت او حاجه اقدر احط لها كاكاو خام. اوكي. اذا انا بعمل زي في ناس بتحب تشرب سموذي مثلا، عصاير اللي هي الحاجات فيها ورقيات وحاجات كده مفيده، اقدر اضيف لها كاكاو بيحسن طعمها وفي نفس الوقت هو مفيد جدا يعني. اوكي، نتنقل بقى على العادات الصحيه. قولي لي بقى اللايف ستايل اللي احنا ممكن نعمله علشان خاطر الذاكره تبقى احسن، او ايه نتجنب ازاي الضغوطات؟ اوكي. طبعا اللايف ستايل مع الاكل، يعني هو الاكل دايما اقول هو جزء من نظام كبير، يعني العادات اللي انا بعملها ما ينفعش ابقى باكل كويس وستريس قوي ويومي ملخبط ومواعيدي ملخبطه وعندي ضغوط كتير، هو كله بيكمل بعضه، فهي منظومه كبيره يعني. اهم حاجه بنصح بيها اقول للناس خلوا الحياه ابسط، يعني هي الحياه خلاص بقت صعبه، عندنا طلبات كتير ومشاوير كتير، والاطفال ليها احتياجات وتمرينات ومدروس وحاجات، ولو ست بتشتغل او الناس بتشتغل او عندها شغل مثلا
نقدر نقول ان هو ستريسفول قوي، في مثلا زي خدمه عملاء، زي يعني في ضغوطات بتحتكي بحاجات كتير بره، فاكيد هيبقى عندك الضغوط دي. فانا اخلي حياتي ابسط ازاي بقى؟ اخلي حياتي بمعنى ابسط بمعنى اول حاجه اتعلم ان انا احط برايورتيز او اولويات لحياتي، للحاجات اللي لازم تتعمل. يعني مش لازم كل اليوم اللي انا مثلا عندي فيه مثلا تطعيم ولاد او رايحه لدكتور او كده هو اليوم اللي اعمل فيه اكل، هو اليوم اللي اعمل فيه تمرين، هو اليوم اخد فيه درس. يعني لازم احط اولوياتي. بس ساعات بيبقى غصبا عن الواحد يعني هيعمل ايه؟ غصب بيبقى عن الواحد، بس لو انا عامله بلاننج، يعني المفروض ان انا قبل ما الشهر يبتدي بعمل الحاجات العلامات الاساسيه اللي لازم تخلص الشهر ده. يبقى احنا لازم نعمل بلان او نكتب مثلا احنا هنعمل كذا في الاسبوع ده او في اليوم ده. بالظبط. وبعدين اقسمهم بقى على الاسبوع، يعني ما بقاش انا اتفاجئ النهارده يا ده النهارده عندي كذا، يا ده الرخصه خلصت، يا ده ميعاد الدكتور، فيحصل لي ستريس بقى وهنج بقى. فيحصل لي ستريس ولازم بقى حاجه تقع. كمان الستات تختلف عن الرجاله ان هم عندهم حاجه اسمها مالتي تاسكينج، يعني هم بيعرفوا يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت، اقدر اتكلم في التليفون واذاكر الولاد واعمل حاجات عشان كده احنا اللي في الاخر ذاكرتنا بتروح. ذاكرتنا بتروح ودايما علينا لوم انه انت نسيتي حاجه مهمه، ما هي عشان حاجات كتير فانا نسيت حاجات مهمه. الحاجه الثانيه عشان اخلي حياتي سهله اتعلم ان انا اقول لحاجه لا وحاجه يعني مش اي حاجه شايفه انها مفيده اعملها. اذا انا ما عنديش ليها وقت هتضغطني بقيه اليوم، هي حتى لو انا بعمل حاجه مفيده، لو انا هحط مثلا الرياضه مثلا في اليوم دي مفيده، بس لو هتبقى على حساب ان انا بجري ورا بعضي وناسي حاجات يبقى هي مش وقتها النهارده. تمام. بمناسبه الرياضه بقى، الرياضه برضو ايه اثرها على التركيز؟ كنت قلتي لي قبل كده مهمه جدا. الرياضه مهمه جدا، دايما بقول مهمه في كل حاجه. فهي اثرها على التركيز طبعا، هي بتصفي مخي، بتخليني افكر في حاجه تانية، بتفرز الاندورفينز اللي انا بقول لك عليها، اللي هي تخليني احساسي بالالم اقل شويه لو في حاجه وجعاني، تخلي يتحسن الدوره الدمويه، فبالتالي السبلاي او البلاد سبلاي او الدم يوصل لمخي احسن وابقى مركزه ومخي يبقى انشط. تمام. طيب بالنسبه بقى للولاد الصغيرين، ودي مشكله رهيبه كلنا بنعاني منها، ان تلاقيهم مش مركزين، راجعين من المدرسه مثلا مش فاكرين هم خدوا ايه، تلاقي نفسك وانت بتذاكري لهم هم مش فاكرين الدرس اصلا كان عامل ازاي. صراحة بنظلم المدرسين ونقول هم ما ذاكرهمش او كده، بس في الواضح ان هم بيبقوا لا هم ذاكرتهم فيها مشكله او بينسوا هم كمان. اوكي. فنعمل ايه بقى مع الاطفال؟ الولاد هم يعني جزء من البيت، فانا الاول اول نقطه انا اتكلمت عليها اللي هي العادات اللي تعملها الام او الاهل عموما ان هم يخلوا حياتهم ابسط. من ضمن الستبس الاول اللي انا بعملها انه انا البيت يكون فيه نوع من الروتين او يكون فيه منظم، او هم عارفين يومهم شكله ازاي، عارفين بناكل الساعه كام، بننام الساعه كام، بنعمل ايه، الحاجات الستبس اللي بعملها قبل ما انام دي انا بعملها وبعملها لهم، فهم معايا بيخشوا في نفس الروتين. الولاد عموما بتتعلم اكتر ونفسيتها بتكون احسن لما يكون في روتين. المفاجآت بالنسبه لهم من الحاجات اللي تثيرهم جدا وتخليهم فعلا ينسوا ويتوهوا ويفكروا ويتشتتوا بسرعه. وعموما الولاد بتتشتت اكتر مننا زياده في السن من الستريس اللي احنا نفسنا بنعمله. طيب عايزاكي برضو تقولي نصيحه للامهات اللي بيبقوا عايزين يخلصوا من دوشه الولاد، فيقوموا يدينهم موبايل ايباد يعملوا حاجه كده، ايه عشان هم يريحوا دماغهم؟ هل ده برضو تقولي لهم اثره ايه عليهم؟ والله هو اثره سيء. هم الولاد لوحدهم من غير ما نديهم الموبايل هم بيطلبوه وعايزين الايباد وعايزين يلعبوا الكترونكس وحاجات كتير. فانا اختار اولا لو هديه لهم لازم ابقى اصلا عارفه الموبايل او الجهاز اللي بيستخدموه عليه العاب ايه. في العاب مفيده اقدر انا العبها وهم يلعبوها، زي مثلا كلمات المتقاطعه، زي البازل، زي دي حاجات المفروض ان هي بتنشط الذاكره او بتنشط عمال المخ. بالظبط صح كده. فانا اشوف هما بيلعبوا ايه، يعني انا حتى لو هما بيعملوا حاجه مش على مزاجي انا احاول برضو اتدخل فيها واحاول اخلي اخد منها الجزء الصح. فدايما انزل لهم العاب تكون بتنمي السيكونس، يعني اللي هو ترتيب الحاجات دي، من الحاجات الكويسه جدا جدا للكبار والاطفال. فلو انا هديهم الكترونكس ابقى بس باصه هم بيعملوا ايه، عارفه بيلعبوا ايه، مش مجرد ان هم واخدين الجهاز وانا ما اعرفش عنه اي حاجه. أوكي. لازم ابقى عارفاهم. فالروتين ده من الحاجات المهمه جدا للولاد. الالكترونكس، ترتيب اليوم زي ما انا بقول لك ان هم يبقوا عارفين انه في بروسيجرز او في خطوات لما بيصحوا بيعملوها، فما فيش اي مبرر انه ده نسيت، لا ما نسيتش، انت الاول بنعمل ده بنعمله كل يوم، زي ما انت بتعملي حاجه كل يوم مش هتفكري انك بتعمليها، انت خلاص دي حطيتيها في روتين حياتك.
ده بالنسبه للعادات بتاعت الولاد. نرجع تاني للام. الام لازم تنام بقى. الام الام لازم تنام. لسه كنت هقول لك لازم نفصل. يعني نفصل من ضمن الفصلان النوم. النوم بقى من الحاجات المهمه جدا. يعني انا لازم اخد يعني قسط كويس من النوم، من 7 ساعات ونص لـ 9. كل واحد على حسب بقى ما بيقدر وعلى حسب المرحله العمريه اللي هو فيها. بس في شويه تيبس صغيره تساعدني ان انا انام احسن. يعني ناس تستسهل وتقول ايه ما بيجيليش نوم، ما بعرفش انام بالليل، بيجيلي ارق كتير. طيب انا راجع يومي اشوف انا ايه اللي خلاني ليه مش بنام كويس. اول حاجه ده بالنسبه للكبار والاطفال. لازم قبل النوم بـ2 ساعة الالكترونكس او اي حاجه فيها اضاءه تعمل ستيميوليشن او يعني تخليني مصحصحه ان انا انهيها. ما استخدمش يعني ما نمسكش الموبايل قبل ما ننام خالص. ده ما بنعملش غير كده. يعني خالص، لاني حتى لو نمت هصحى بعد شويه لان حصل ستيميوليشن او يعني مخي ما بقاش مرتاح. فانسب حاجه اعملها قبل النوم اولا الاضاءه تكون خفيفه، يكون ما استخدمش النور الابيض ابدا بالليل. الاوضه اللي انا نام فيها ما يكونش فيها اجهزه كتير ولا سلوك كتير ولا كهرباء، مصدر سورس كهرباء. يعني الناس اللي بتحط الموبايل في الشاحن وتنام ده غلط جدا. او يحطوه في الشاحن ويفضلوا يلعبوا بيه ويستخدموا بيه. ده للاطفال وللكبار. وبعدين طبيعي لو الولاد شافوكي انت بتعملي حاجه او ده سيستم البيت هيقاوموا شويه في الاول. وبعدين هيبقى خلاص ده العادي، ده اللايف ستايل بتاعهم خلاص. فكده النور، الاضاءه. انسب حاجه اعملها قبل ما انام ان انا مثلا اشرب حاجه دافيه تهديني، لو مثلا اي اعشاب بحبها كاموميل، حاجه تهديني بالليل. ان انا ممكن اقرا حاجه يعني حاجه ما فيهاش اضاءه. يعني حتى لما اقرا ما اقراش على التابلت، ما اقراش اقرا يعني كتاب في ايدي. والقرايه من الحاجات الكويسه جدا والريلاكسنج وتخليني اعرف انام كويس. الاكل بقى عليه عامل جامد جدا. طب قبل ما نروح للاكل، بالنسبه للناب تايم، في حته كده الامهات دايما بيبقوا مش عايزين ولادهم يرجعوا من المدرسه يناموا شويه علشان خاطر مثلا ما يسهروش بالليل او علشان كده. بس الولاد بيبقوا فعلا محتاجين ناب تايم عشان يعرفوا يركزوا، لان لما بيتضغط عليهم في المذاكره ما فيش. فبرضه تنصحي الامهات بالنسبه للناب تايم؟ مهم جدا لو الولاد عايزينه ومحتاجينه، هو مهم جدا. بس مش لازم يبقى فتره طويله. يعني ناب تايم ده ممكن يبقى من نص ل 40 دقيقه، مش اكتر من كده. هو اقل من ساعه. اقل من ساعه عشان بس يفصلوا ويرجعوا تاني يشحنوا ويكملوا تاني مذاكره. فالناب تايم كويس مهم. نرجع بقى للتغذية. مهم قوي قوي اخلي بالي انا الولاد بتاكل ايه، خصوصا الفترة من ساعة ما بيرجعوا من المدرسة. اولا هي دي الفترة اللي انا متحكمة فيها. مهم قوي ما ياخدوش حاجات حلوة مسكرة في الفترة دي لان هما مش محتاجينها. واحنا خلاص في وقت كام، فاضل كام ساعة ويناموا. اديهم بقى عناصر غذائية تصحصح مخهم. يعني اديهم بروتين، اديهم مكسرات، اديهم خضار وفاكهه كتير، يشربوا ميه كتير لان هما ساعات ينسوا يشربوا ميه كفايه في المدرسه، يشربوا ميه كويس. فمهم قوي لما ما اديهمش حاجات حلوه بالليل يقدروا هما يناموا احسن وتركيزهم يبقى في حاله ثبات. يعني لا السكر بيعلى قوي في الدم ولا بيوطى، هو ثابت. فمهم قوي حبه يعني وجبه الغداء والعشاء بتاع بالليل، وطبعا تبقى حاجه خفيفه عشان يعرفوا يناموا يعني. اكيد. طيب قولي لي اثر التكنولوجيا عليهم هم على الولاد ازاي؟ اعلمهم ان لا انتوا ما ينفعش تمسكوا الموبايل كذا، ما ينفعش تلعبوا بيه كذا، ازاي اتعامل معاهم في الحته دي؟ والله في كذا طريقه. اول حاجه، لازم احدد ان التكنولوجي او الحاجات اللي هيمسكوها دي لازم تكون بعد ما اخلص اللي ورايا، اللي هو معروف 1 2 3. خلصت مذاكره، خلصت في ايام ويك اند مثلا ممكن اسمح بيه وقت اطول. في ايام الاسبوع مش لازم ان هو يلعب حاجه خلال الاسبوع، هو اوريدي ما بيبقاش فيه وقت. يعني على ما يخلص تمرين ويذاكر ويوضب شنطته وخلاص. لكن انا لما اخف الاقيه مش فاضي، فابتدي انا من نفسي اخف عنه الاعباء. ابتدي انا ارتب له الشنطه، ابتدي انا اعمل له لانش بوكس، ابتدي انا اساعده حاجات هو المفروض دي يعملها، هيستفاد بيها لو عملها، وهتاخد وقت كتير بدل ما هو يفكر في التكنولوجي. الحاجه الثانيه ان انا زي ما بقول لك اشوف هو بيلعب ايه، احاول اشاركه. يعني لو جيم مثلا اقدر انزلها في الموبايل عندي وعنده ونلعب مع بعض تبقى ظريفه. يعني انا دايما احاول ابقى جزء من الحاجه اللي هو بيعملها، ما بقاش بعيده عنها يعني.
طيب نرجع للتغذية واللايف ستايل مع بعضهم. انا عماله معلش هجيبك كده وكده. هو اصل كله داخل في بعضه. كله داخل في بعضه، سواء الام او الولاد، اللي انا بعمله هم بيعملوه. والاكل ده جزء من حياتنا، يعني احنا لازم هناكل. فلازم حتى يعني الجزء ده يكون صحي. بالظبط، ما هو كله لايف ستايل، عايزين ننظم اليوم كله او الطريقه الحياه كلها علشان موضوع النسيان والذاكره. عايزاكي بقى تتكلمي واكبر وتقولي لنا ايه. يبقى احنا اتفقنا اول حاجه ان انا اخلي الحياه ابسط. ان انا اتعلم اقول له الحاجات لا، او اقول لحد لا لو هو مثلا طالب مني حاجه مش هتخش في نظام يومي هتلخبط لي الدنيا، اتعلم ان انا اقول لا. واتعلم كمان ان انا اجرب اطلب حاجه من حد، يعني لو انا، يبقى دايما الناس بتتكسف ان هي تبقى في مشوار هتقدر تعمله وعارفه ان حد ممكن يعمله مكانها او اوريدي رايح المكان، تتكسف. فانا عايزه اتعلم برضو ان انا ايه، انظم وقتي، اطلب من حد حاجه، اساعده مره هو يساعدني مره، فالدنيا تبقى اسهل. يبقى تنظيم اليوم او خليه الحياه اسهل وابسط. فقلتي نكتب ونكتب الحاجه نرتبها. تاني حاجه الكتابه. الكتابه دي مهمه جدا. زي ما قلنا ان احنا زي ما بكتب بلان للكالندر او للشهر، انا ورايا الحاجات النقط الرئيسيه، مش لازم اكتب تفاصيل يعني، بس في حاجات لازم هتتعمل الشهر ده، مثلا رخصه، تطعيم، حاجات اساسيه اكتب. في حاجه تانية ظريفه جدا بتساعد على الذاكره ان هي تبقى احسن، كل يوم الصبح لو اقدر اخد 5 أو 10 دقايق قبل ما انزل شغلي او قبل ما ابتدي بقى اتشغل في اليوم، اكتب الحاجات اللي انا كان نفسي اعملها امبارح او اللي نفسي اعملها الاسبوع ده او الشهر ده وما بعملهاش. حتى لو قعدت اكتب نفس الحاجات دي كل يوم وما عملتهاش، مخي هيبقى عارف ان ده تاسك عليا عايزه اعملها. تمام. فالكتابه نفسها بتخليني اقدر اعمل الحاجه احسن. ولو عملت حاجه منهم هحس ان انا انجزت واتبسط ان انا هحس بقى بانجاز فظيع، وان انا ابتديت عملت تو دو ليست مثلا او ليست حاجات ورايا، وابتديت عملت حتى ربعها، فهبقى سعيده جدا. فالكتابه من الحاجات المهمه قوي. انت قلتي النوم. النوم طبعا ده عامل اساسي. هزود عن النوم البريك، ان انا لازم اخد بريك من اللي بعمله. يعني اذا كنت مثلا هخرج خروجه كويسه، اذا هقابل ناس مش متعوده ان انا اقابلهم بره الروتين وبره محيط حياتي، يعني مش زمايلي مثلا في الشغل، مش ناس صحاب مدرسه بقى، صحاب ده يخرجوا الواحد من المود او حاجه، يخرجوا الواحد وتعبي ان انت كانك شلتي الفيشه، يعني انت فصلتي ساعه او ساعتين او الوقت اللي انت خارجه فيه. زي ما كنت بقول في حلقه من الحلقات اللي هو المكافاه، ان انت تدي مكافاه لنفسك، صح كده؟ مكافاه لنفسك دي قايله ليكي وللولاد. ومكافاه دي نفس اللي بعمله ليا بعمله برضو للولاد، يعني هم بس هم مش بيستنوني اعمل لهم، هم بيطلبوا على طول يخرجوا ويعملوا كده. فهو ده مهم، يعني انا ما افتكرش انه ده هيأثر على المذاكرة أو هيأثر على حاجات، لأ هو فعلا بيديهم مكافأة يقدروا يكملوا عشان يبقى في حاجة يعملوها آخر الأسبوع أو في يوم هم هيعملوا. الولاد لازم مكافأة، دي ما فيهاش كلام. بس مكافأة الولاد لازم تبقى سريعة جدا، يعني أنا ممكن أستنى على نفسي وأكافئ نفسي أول آخر الشهر، هعمل لنفسي حاجة زي سيلف كير، يعني حاجة اهتمام لنفسي مثلا هتبسطني، أروح أعمل مساج، أروح السبا، يعني أعمل حاجة. الولاد بيبقوا عايزين المكافاه في ساعتها، تبقي موريها لهم كده، تبقي تقريبا انا هديكوا دي لو خلصت دي. لازم تبقى في ساعتها عشان هما بينسوا وما ما بيفكروش في بعدين هنعمل ايه. هما دايما الولاد بتفكر في الحاجه الوقتيه، انا جعان دلوقتي، انا عايز اخرج دلوقتي، يعني كله عايزه دلوقتي. فلما تبقى ريورد او المكافاه قدامه هتشجعه ان هو يبقى احسن كتير. الرياضه زي ما انت قلتي من الحاجات الاساسيه ليا طبعا وللولاد عشان يركزوا. امهات كتير تقول هم مش بيركزوا، مش هقدر اوديهم تمرين خليهم يركزوا في المذاكره. لا، التمرين مهم حتى لو خد وقت طويل، لانه بيشحنهم وفي نفس الوقت بيحسن الذاكره جدا، بيحسن الدوره الدمويه، فيخليهم انشط واحسن. تمام. ممكن الام برضو تتمرن وهم بيتمرنوا، مش لازم بقى تقعد وتشرب حاجات وتاكل. وقت التمرين ده اللي تقعد تاكل فيه حاجه وتشرب حاجه، ونسكافيه ورا قهوه ورا حاجه ورا ساندويتش، الام تتخن والولاد يعملوا رياضه. بالظبط كده. فمهم قوي ابقى يعني بستفاد من الوقت. ما هو عشان كده انا بقول لك الكتابه مهمه، يعني لو انا كتبت حاجات كتير وعملت 60% الاسبوع الجاي اكيد هعمل 70، اللي بعده هعمل 80. فالكتابه بتخليني مخي يبقى اليرت، او يبقى عندي زي نوع من الوعي ان انا في حاجات لازم ورايا، مش هفضل اكتبها ان انا ما بعملهاش كل يوم، اكيد في يوم هعملها يعني. فتنظيم الوقت والاستفاده منه ده من الحاجات الاساسيه جدا جدا، والترتيب عموما. اوكي. بعدها بقى عشان فاضل لنا دقيقتين. اوكي. يبقى احنا كده قلنا الراحه والنوم والتمرين.
تمام. ونخلي حياتنا ابسط ونخش في التكنولوجي احنا كمان. التكنولوجي كويسه لينا احنا كمان، نقدر نلعب جيمز او نلعب حاجات فيها تحسن مستوى يعني نشاط مخي او الوظائف بتاعت مخي، زي ما بقولك الحاجات اللي فيها ترتيب، الكلمات المتقاطعه، البازلز، يعني دي مش للولاد بس، دي لينا احنا. طيب كمان ممكن تقولي لنا بقى الجيمز اللي فيها ترتيب والسيكونس يعني والحاجات دي نطلعها منين او كده؟ يعني ممكن تنصحي مثلا المشاهدين في مثلا ليها ويب سايتس او كده، ابلكيشن بقى على الواتساب، تكتبي مثلا الفيتشرز او بتكتبي الحاجه اللي انت عايزه تشتغلي عليها وبيطلع لك عدد من الجيمز وبتاخد ريتنجز، يعني الاحسن هتنزليه وجربي. بس بيبقى لذيذ قوي لما تلعبي نفس الجيم اللي الولاد بيلعبوها، يعني هم بينبسطوا وانت بتنبسطي. طيب وايه تاني؟ ولا خلاص كده؟ والترتيب والكتابه، انا بسام اب يعني بلخص الحاجات اللي احنا قلناها عشان الناس تركز فيها. ما احنا عايزين يبقوا عارفين كده كل حاجه، يبقوا يستفادوا من الحلقه. والروتين اهم حاجه، حاجه الروتين والنظام اهم حاجه. تمام خلاص رحب، انا بشكرك جدا جدا، وان شاء الله المشاهدين يتبسطوا معانا في الفقره اللي هتبقى معانا كل 15 يوم، صحه ومزاج، والمواضيع تبقى بالنسبة لهم مفيدة. مرسي جدا يا رحاب. مرسي جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا من الحلقة مع رحاب، واشوفكم بعد الفاصل وهرجع لكم تاني.